وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له، ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، جبريل يسأل والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم، دروس في العقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد، في سؤال فريد وجواب فريد سديد. ولم لا؟ والسائل هو جبريل، والمعلم والمجيب هو نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال هذا الحديث المبارك الذي رواه البخاري مختصرا، ورواه الإمام مسلم بطوله، والإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم. وقد اخترنا رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولا يرى عليه أثر السفر،
ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها، يعني علامتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل، فلبثت مليا، يعني عمر، فقال، يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أحبتي في الله، لازلنا وهذا هو لقاؤنا 16 على التوالي مع هاتين الكلمتين المباركتين: حدثني أبي. وأنا أطيل النفس عن قصد وعن عمد، لأنني أقدم الآن منهجا في التربية، في تربية الأولاد وفي تربية الجيل وفي تربية النشء، لأنني ما شرقت وما غربت وما ذهبت إلى مكان ما إلا وسألني كثير من الفضلاء والفضليات أن أقدم منهجا للتربية، أن أقدم منهجا لتربية أولادنا في البيوت، ولتربية الأولاد في المدارس، ولتربية شبابنا في الجامعات، ولتربية هذه الأجيال الصاعدة على منهج رباني نبوي. ومن ثم فأنا أطيل النفس لأننا في أمس الحاجة جميعا إلى هذا المنهج التربوي الرباني النبوي. تحدثت في 10 أسباب كاملة عن حاجتنا لهذا المنهج التربوي، منهج حدثني أبي، ثم تكلمت عن أهم أسس هذا البناء التربوي. تكلمت في الأساس الأول عن التربية بالقدوة، ثم تكلمت في الأساس الثاني من أسس هذا البناء التربوي عن التربية بالحب. وقدمت التربية بالقدوة والتربية بالحب لأننا نستطيع من خلال